كيف ده كان انطلاقه بقى في حياتك؟ جه بقى بعدي على خالي عمل البضع والحجر والهروب. طيب خليني الاول اروح على الاستاذ محمد صبحي. ايوه. تجربتك المسرحيه معاه في تخاريف وجهه نظر لعبه الست كارمن. ايوه. وده كان الحقيقه نقطه مهمه جدا في حياتك المسرحيه. ايوه. كلمني عنها بقى. الاستاذ محمد صبحي كان بيعمل فيلم وبعدين قال لهم واحد قال له ايه في واحد اسمه عبد الله مشرف، كان انا اسمي في المعهد عبد الله محمد عبد الله محمد، هو عرفني من المعهد. ومن مين مشرف ده؟ مشرف دي جايبها من اسم امي، ام اسمها فاطمه علي مشرف، فقالوا لي يا تكتب عبد الله محمد يا محمد عبد الله، لان عبد الله محمد عبد الله كتير. فرحت قايل ايه ما مشرف ايه ينفع مع عبد الله، يبقى عبد الله مشرف اسمه موسيقي بدل عبد الله محمد وبدل محمد عبد الله. فصبحي لما بعت لي في الفيلم كان واحد قال له في واحد اسمه عبد الله، ما كانش عارف ان عبد الله مشرف اللي هو انا. لما رحت له قال لي هو انت عبد الله انت مش اسمك عبد الله محمد عبد الله؟ فقلت له لا اصل انا مغيره بقى عبد الله مشرف وبتاعه. اشتغلت معاه فراح قايل انا عايزك في المسرح معايا. بدأنا بمسرحية اسمها تخاريف. نجحت بقى تخاريف بقى عايزني ايه في المسرح بقى. وجهة نظر وكارمن ولعبة الست. دور المسرح في حياتك مع صبحي كان دور رائع. ثلاث شخصيات عايزك تكلمني عنهم اشتغلت معهم. عادل امام. احمد زكي، محمود عبد العزيز احنا اتكلمنا عنه دلوقتي. كلمني عن عادل امام واحمد زكي في حياتك. عادل امام بعت لي في فيلم اسمه بخيت وعديله في الاول. فرحت بقول له الفلوس كذا للمدير الانتاج يعني. قلت له هو مين اللي مختارني؟ قال لي استاذ عادل. قلت له طب مش مهم بقى كانت الفلوس دي، يعني الفلوس اللي انت تقول عليها ده الاستاذ عادل اللي اختارني انا تحت امره، بس في حاجه ان يوم 25 في الشهر هبدا مع صبحي ونيس الجزء السادس. فالمعاد ده قال لي لا تكون خلصت شغلك. قلت له ماشي. جه بقى جه يوم 25 ما كانوش بعتولي. فلما بعتولي قلت له مش قايل لك انا يوم 25 ابدا مع صبحي؟ انا ما اقدرش. واخد بالك؟ قال لي لا ده انت تكلم عادل امام بنفسك، كل يوم بيتكلم هنا الساعه 11 بالليل. رحت مكلم الاستاذ عادل قال لي يا خساره يا عبد الله انا كنت عايزك معايا. بعديها بسنتين جابني في عريس من جهه امنيه. قلت يا انا كنت بحسبك زعلان مني وبتاع مش عارف. قال لي لا انت ملتزم. اشتغلت عريس من جهه امنيه واشتغلت معاه بوبس واشتغلت معاه حسن ومرقص.